طازج جيت بس انا مش بدا مش تمشي بعيد يا ابوي هنا المعفنة هنا ايه انتي معفنة انا بدأت فوق شجرة وهذا اللي انا قلتهولك اي اتن اللي عني نعم بقطع شجر انت معاكي مضرقة وش بيديكي ما عاد اوي بس مش هديكي تعودي ليه يا عفنة اي ايه ده في ايه بص كنت كسرتها ورحت حطها تاني يبقى كسريها تاني انا بقى اجمع الخشب اه هكسر الطوب عشان يظهر لي صوت ماينكرافت التحديثي ايه تحديث تعرف ما تبصريش بجد لسه متكلمين عنه في التيك توك بتاع القنبلة خايفة يما وده ماشي يبقى تعمل ايه ده يعني كل الكهوف سيئة هما اللي ظهر فيها الصوت تعالي معايا ازاي معايا مش هنزل لوحدي بجمع الخشب خلصت انت مش تديني حاجات ليه اجي انا عايزك تساعديني انت لو تيماتيني هي بحاجة طبيعي انا ما اديهولك عشان بس عايزك تنزل معايا ونغامر انا غامر من غيرك انت دايما بتحبي اغامر ما بتحبيش اغامر من غيرك اغامر من غيرك وتقول كافه اوكي بقى تعالي احسن لك لا اديني حاجه نو خلاص انزل بدونك روح اوكي يا ستيف اوكي يا ستيف انا ستيف ستيف انت ستيف تعالي اضربك شوفيني عدل شوفيني عدل بص تاني بص تاني لا شكرا ليش مش تضربي ليه ما بحبش ابص على ستيفات ما عايز اطلع برا ليه بس دي او ماي جاد ديك ده مات بضربه واحده مسكني معاه ايوه ما عايز ليه شايفك وانتي مش شايفاني انا كارلا اوه وادم يا غبية خضتيني تحطك بالغلط تحطك بالغلط ايه مش عارفة لقيت كده وش في وش قدامي يا ستيف انا بموت بسببك شفتك قدامي كده افتكرتك بهيرو برين قال عني على فكرة ده مش شكلي انا عارفة انت خضتيني اه لا إيه؟ بطلي يا ناهد ايه تعالى تخضيني النهارده كنت مالك مش عارفه النهارده ايه ده احسن انك تطلعي وتغيري شكلك إيه؟ عملت ايه؟ طلعتي اسمك ايمي انا ايمي؟ اسمك ايمي انت اسمك اسم القديم انا سمي نفسي ايمي ازاي اختار الشخصية دي؟ كده بس طلعي كده كده انها عايز اغير اسمي عادي دعمي بشخصيتي القديمة اه اتذكر زمان جميل انا عملتها دي جديدة على فكرة اللي جديدة؟ ايوه هضربك تاني تضربي مش عارفه كل شويه اشوف ستيف افتكره هيرو برين
خدي بقى عشان تضربيني تاني. لا بعدي عني، انت عينك حمرا. انا مش حمرا تاني، تغيري عينيك بطلت تضربيني. شكلها عينيا حمرا، انا عامله عينيا مقمضه. تعالي هنا. جيبي الاكل عشان هتيجي بالليل. حاضر. هنغامر مغامره زي الكلوكسي. بجيبي لي دروع. نايس. نعمل لي اول حاجه اعملها هو الامن. هعمل الخشب بتاعي. طاهرة نيلك سكينة. جبت تلت سراير. تلت مخطط أظن. انا مفشله في الاضاءه. انا حاسه ان في حاجه هنا اهو. اي لا موبايلي شحن في 27. اعمل ايه؟ اكمل المغامره لغايه ويبقى 10 مينت كريبر. محدش بيحبك. معايا. لا لقيت خرفان كتير. في حد قال لي تجيبي. جبت كمان 4 لحم زومبي السكاية. انا بقى هجيب 4 غرف كلاي لحمتين. هو انا بتحرك ببطء عشان انا جعانه. انا بجوع بسرعه. ايه ده؟ حاسه التحديث الجديد زباله والجري بطيء. لازم اعمل حاجه. انت بتموتي، اعرفي انت عماله تموتي. وانا بطال حرك مش عارفه امشي. ما انت كده متعوده على عشان انت جعانه. انت فين؟ لا الزومبي هو كان بيضربني. بصنع سوايا وبسوي لنا اكل. بموت مش عارفه امشي. ما عشان دي جعانه. لا مش عارفه اتك على موبايلك الصغير. انا جوعي معادي. اجري انا بطيء. ابعد عني خلاص. حياتي تشينا بسبب اندر. المطلع خلاص الوقت. انا مت بسبب اني مش اكلت اكل وكنت بطبخ الاكل وحركتي الزباله خلت اندر مان راح ضربني ضربه. وفين اللحمه كنت جايباها؟ حاجه علي الاضاءه. انت هبله. علي اضاءه النور. دي بتوطيع اخرها. اي عينيا. انا مش مبطيعه اخرها. انا بوطيع على حبه كده بس. هي شكلها النهارده مش ده. في ثلاثه بيضربوني. المهم انا اتفقد اين ادواتي اللي ضاعت بسبب اندرمان. انا كمان عملت لي اسلحه وقطعت لي خشب كتير. وانا جبت لي 5 صوف وجبت لي 3 تفاح ايرونا وكنت جايبه لي 7. كنت جايبه لي جبت 7 لحمات وضاعوا مني. وانا جبت 4 لحمات وصوفين. و يلا نكمل الجزء الجاي بعدين عشان قرفت. وهو عدى 10 منت وشكلي هتعامل مع ده قبل ما امشي عشان امشي. حلو. يلعنك انت اندرمان. باي.